في جديد حادثة انهيار بناية من 5 طوابق اليوم الاثنين بولاية وهران، أفادت مصادر أن 3 أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض. ويتعلق الأمر حسب شهود عيان، فإن الضحايا من جنسية إفريقية يقتلون في الطابق الأرضي. وأضافت المعلومة الأولية، فإن العمارة المنهارة لم تصنف ضمن العمارة الهشة الآتية للانهيار، كما يحتوي الحي على العديد من البناية الهشة والقديمة. للإشارة، تدخلت وحدة الحماية المدنية منتصف نهار اليوم لأجل إنقاذ امرأة ورضيع إثر انهيار بناية في وهران. وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في شارع إخوانياطي بحي بلاطو ببلدية وهران. كما تمكنت إسعافات الحماية المدنية من إخراج امرأة وطفل رضيع على قيد الحياة، فيما لا تزال العملية متواصلة.